انطلقت في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك فعاليات الدورة التدريبية في الموسيقى البيزنطية، والتي جاءت بتنظيم من المجلس الكاثوليكي لرعاوية الشباب للروم الكاثوليك وبرعاية من مكتب فضائية نورسات الأردن، وبالتعاون مع المرنم الأول على الكرسي الانطاكي الأستاذ بشير الأسطى. شرف كبير وخدمة كبيرة إن اليوم نلتئم إحنا مع أجواق الملائكة حتى نسبح ونهلل ونرتل، وشاءت العناية الإلهية إنه نستضيف أخونا الدكتور بشير الأسطى، هو المرنم الأول على كرسي أنطاكيا بلبنان وبالعالم. إن شاء الله يا رب ربنا يعطيه كل نعمة وحكمة. وأيضا هذا الحدث تحت رعاية أكيد الرب، أولا تحت رعاية نورسات الأردن ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان. شكرا لدعمكم ومحبتكم. نطلب من الرب حضوره، نطلب من الرب يعطينا روح الفهم وروح الإدراك حتى نعشق هذا الإرث الكنسي، نعشق الموسيقى البيزنطية فيما نرتل وفيما نسبح، ولكي تبقى نغمات إني با فو غا ذي كي زوني تبقى منقوشة في قلوبنا وفي وجداننا وفي روحانيتنا. حضارة البشر بلشت في الموسيقى واهتمام البشر في الموسيقى، والموسيقى والترنيم بالكنيسة منذ ألاف سنين، بدي أقول منذ القرن الرابع بلش الاهتمام بالموسيقى الكنسية ووضع لها نظام. كل ما بتذكر طبعا ليش القرن الرابع بعد انتهاء الاضطهادات للمسيحية، بديش أدخل بتفاصيل أكثر. أكيد أستاذنا الكبير اللي منرحب فيه واللي رح نستفيد أكيد من خبرته، لأنه خبرته بالسي في اللي بعتولنا إياها طويلة بالإبداعات والإنجازات والمؤلفات كمان بالموسيقى، فرح تاخدوا كتير خبرة كتير كبيرة من أستاذ عن جد عظيم، ويدعى كمان المرنم الأول في الكنيسة الكاثوليكية بالاهتمامه وتخصصه في الألحان البيزنطية. نتمنى أنه الجميع نستفيد من هاي الخبرة. شكراً لكم وشكراً يا أبونا، وشكراً على هالفرصة اللي أتحتوها لأبناء الرعية من خلال هذه الدورة. ويشارك في هذه الدورة التي تستمر حتى الثالث من الشهر الجاري عدد من شبيبات الكنائس المسكونية في الأردن، وذلك استجابة لرغبة المرتلين في تطوير الطريقة التقليدية في الترتيل، وإيمانا من المجلس بتنشئة جيل كنسي جديد مثقف موسيقيا وروحيا. أنا بالنسبة لي كأبونا عماد بواب تعلمت الترتيل من وأنا صغير، كان في عندي أذان موسيقية وبلشت إيش أطور على حالي، أشتغل على حالي بكل جهد خاص. أخذت الأسس تقريبا الأسس بشكل عام، لكن أنا بلشت إني أنا أطور حالي. فالترنيم هو إن الواحد يسمع الأستاذ، وبالتالي كمان لازم يتعب على حاله إنه يعيد كل المعلومات اللي بأخذها إذا كانت موسيقية عيدها لحاله بأذان موسيقية، ونعيدها بترتيب معين حتى أنه يتمكن من هذه الترتيلين. تأتي هذه الدورة، دورة الموسيقى البيزنطية في الكنيسة الكاثوليكية الرومية في الأردن، لكي تغني الحياة الروحية أولا، ثانيا لتخلق جيل موسيقي واعي مهذب موسيقيا يستطيع قراءة النوتة البيزنطية، وهذا الشيء ينعكس أيضا على الخدم الطقسية التي تتلى في أيام الأحد والأعياد، وينعكس في الآخر على غنى حياتنا الكنسية، ومما يترجم ذلك من خلال عمل جوقات وعمل أمسيات في مستوى احترافي عالي، وهذا ما تنشده الكنيسة في الوقت الراهن. الله معكم أحبائي، وشكرا مرة ثانية لنورسات على تغطيتها كافة المشاريع في برشيت الأردن. اليوم احنا موجودين في دورة خاصة لتنشئة الموسيقى البيزنطية. الموسيقى البيزنطية بدورها هي صعبة لأنه فيها علامات البسلطكة، وهي علامات مش سهلة التعلم. بالنسبة لي أنا كشخص عندي هالثقافة الموسيقية الغربية، اليوم كان عندي مبادئ من ثقافة الموسيقى البيزنطية، لكن مع حضور الأستاذ بشير اللي هو أيضا درسني بالسمينير بالكليريكية، عنده هالخبرة الكتير كبيرة وقدم هالكتاب الجميل جدا
لحتى يساعدنا انه نحن نرتقي اكثر. شارك خصيصا في هالدورة البيزنطية لانه الموسيقى البيزنطية مهمة جدا للكنيسة ولك احنا كمغنمين، فهدفي اجيت لانه مدرب جوقة لحتى اعرف اكثر واتعلم اكثر. فبنصح الكل وانه يشارك بتاني مرة بتاني وقت بهالدورة الرائعة، خاصة مع أستاذ عريق كالأستاذ بشير المرنم الأول. طبعا بشكر النور سات اللي هي المبادرة والراعي لهذا الشيء. واستهل الأسطى برنامج الدورة في تركيزه على محاور منها تعريف الموسيقى الكنسية واللغة اليونانية في الترتيل البيزنطي وتطبيق ما تعلمه المشاركون في الدورة في الترتيل الجماعي وطريقة الأداء واللفظ. الدورة طبعا طلعت دور إيجابي في تثقيف أبناء أبرشية الأردن خصوصي على مستوى الترنيم والمرنمين. أنا أتأمل طبعا أنه يستفيدوا قد ما كان يعني بقدر الإمكان من هذه الدورة، لأنه الترنيم صراحة بحاجة لاهتمام. الترنيم يلعب دور أساسي بالبشارة المسيحية، الترنيم هو دعوة إنجيلية. حبيت أنا أنه أقوم بهذا الدور ويكون في لنا حتى على مستوى المستقبل دورات ودورات كرمال ننشئ جيل يهتم بموضوع الموسيقى الكنسية بالدرجة الأولى، وأنه الترنيم البيزنطي فيه مسؤولية لنا ومسؤولية على أولادنا، وأنه ننشره حتى كمان على مستوى أبعد من هيك، يعني على مستوى أجيال وأجيال ونسلمه للأجيال القادمة. وفي ختام الدورة تقام أمسية مرتلة يعرض فيها ما تم استيفاؤه وتطبيقه في كافة التفاصيل، بالإضافة إلى حصول المشاركين على شهادات تقديرية.